مقدمة اللي معاكم، وحتى زمايلكم اللي قبلكم في الوقت اللي قبلكم بقى عايشين عالم تاني خالص، عالم كله تخيلات لو سألتوهم. فكلها أربع خمس صفحات ونخلص الورق اللي معاكم اللي عبارة عن مقدمة. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن بكتيريا سبور. امتى البكتيريا تعمل سبورنج؟ برافو عليك. اسمي ده خطوات البكتيريا سبور. والله كنت بعمل كده لقدام. انا كنت بفكر خطوات البكتيريا سبور. وظائف السيل ممبرين كانت سؤال مرة والناس ضاع منها نص الدرجة. اتفضل يا وظائف السيل ممبرين اول حاجة والله كله مركز معايا. وظائف السيل ممبرين سيل وول سينسيسز كيموتاتيك فاكتور اكسكريشن اوف بروتيناتيك انزيم اند واخر ايه اللي بتنسى اللي هي الميزوزوم. السبت الميزوزوم بتعمل سيل تشارك في السيل ديفيجن والميزوزوم بتزود السيرفس بتاع السيرفس اريا بتاع السيل ممبرين وكمان بتعمل سكريشن للدي ان ايه. هنتكلم مع بعض او يا جماعه مش لازم نمشي بالترتيب، هو كله هيخلص. هنتكلم مع بعض صفحه 7 عن الكبسول. انا مش ماشي بالترتيب بس عشان احاول اقول اكبر جزء النهارده، فهحاول اخلص كله النهارده بموضوع الصغير الاول. ناخد مع بعض 8 يا جماعه الكبسول كله هيخلص، ما تقلقوش يا جماعه، وهيبدا الجزء الجاي ان شاء الله قريب قوي. صفحه 8 يا جماعه الكبسول. بصوا معايا بعد هو انتوا عايزين نمشي ترتيب. ماشي نمشي ترتيب. خلينا السيل كله هيخلص النهارده، هي كل قصه بس خلاص نبدا من السيل صفحه 4. هو هياخد وقت 7 صفحات. معلش يا بس نبدا بالسيل وول بس يا جماعه. هنقول كل النهارده كل القصه مش عايز بس اداب. هنتكلم مع بعض النهارده عن السيل وول. كل ده هيتقال النهارده ان شاء الله. ولو انتوا تعبتوا قولوا لي في نص وقت. لسه بدري. نتكلم مع بعض عن السيل وول. لسه حد يجي خلاص. لسه كتير. بلاش يا ايدك كده بلاش كده بلاش كده خالص. هو بس يا جماعه هو بالنسبه للناس اللي بتقرا الطب انا نفسي اقول لكم بس عن حياتي بس لغايه ما الاربعه دول تيجوا الصلاه جوه. هو يا جماعه الطب ليها ميزه. هو الطب بيجيب فلوس. يعني يقول لك طب ما فيهاش فلوس، لا غلط. هي طب بتجيب فيها فلوس بس انت عامل فيها زي الصنايع. يعني ايه صنايع؟ يعني شغال يوم بتطلع فلوس، تعبت يوم وقعدت في بيتك مفيش فلوس. انت عامل زي الصنايع اللي عندك سن ضهرك بعد كده يحصل له ديسك وايدك مش عارف تشيلها وتتهز ومعاش محتاج حد يصرف عليك. الطب عامل زي الصنايع. ميزه الطب بقى ايه؟ ان انت ولادك بيكرهوك. يعني دايما الولاد بيكرهوا ابهاتهم متاخر، لا انت عندك بيكرهوك بدري شويه. يعني مثلا عندي بنت عندها 7 سنين وعندي ابن 3 سنين ونص. انا بالنسبه لاولادي عباره عن مصدر فلوس وبس، وانا بحاول اعمل حاجه ظريفه قوي. كل ما اشوفهم اجيب لهم مثلا ايه شوكولاته، اجيب لهم لعب، اجيب لهم هدايا. انا بالنسبه لهم مش اكتر من كده. وصلت؟ لا. وهم بيشتغلوا لي، يعني هم يشوفوني بقول هات كذا ما يقولوش هو انتوا بتضربوا، يقولوا لي انا تقريبا ابني عمره ما ضربته، عنده 3 سنين ونص. ابني عنده 3 سنين ونص بيعمل حاجه ظريفه، بيجي يصحيني يصحى الصبح او يصحى الساعه 5 الصبح ويفتح التلفزيون ويجي يصحيني ويمسك الشيبس ويضرب دي ويقول يا كلب. وانا كل ما ابص عليه ليه هو كله على بعض شبرين؟ بيضرب مين؟ بنتي بقى عندها 7 سنين ونص
بالنسبه لها يعني ايه واحد غريب عنها، فدي ميزتنا في الدرب. يعني ايه اللي بيحصل؟ ان احنا نطلع الصبح نيجي بالليل، وصل نحاول في ربع ساعه حتى لو حطيت نجمه على الطريق نجيب لهم هدايا. بالنسبه لهم انا في الاخر بالنسبه لي اب فاشل، فاهم قصدي؟ فدي ميزه الطب بالنسبه لكم. وانا معاه خلاص الصبح بقى خلاص 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 يا جماعه كل ده خلاص. يعني انا صغير افتكر ان انا والدتي ووالدي كانوا بيضربوني عشان اكل سلطه وشوربه. انا بيت 9 على 9 ونص عمرها لا كانت لا سلطه ولا شوربه، مفيش شوكولاتات، في مكرونه، ما كانش حاجات تانية خالص. نرجع للموضوع، هنتكلم مع بعض عن السيروت بتاع البكتيريا. خلاص هنتكلم مع بعض عن السيروت في بكتيريا معاك، وانا معاك خلاص صوت. هنتكلم مع بعض عن السير وولف بكتيريا. احنا قلنا مع بعض البكتيريا محاطة اول طبقة، طبقة اسمها السيل ممبرين. اول طبقة محاطة البكتيريا طبقة اسمها السيل ممبرين، وقلنا ليها اسم تاني اسمها انر ممبرين. انر ممبرين. الطبقة التانية مع محاطة البكتيريا طبقة اسمها السيل وول. السيل وول يا جماعة كسايت اوتر لمين؟ اوتر للسيل ممبرين. السيل وول يا جماعه في البكتيريا ليه كاركتر مهمه، ان هو طبقه ريجيد، طبقه ريجيد وقويه جدا. يبقى السيل وول طبقه ريجيد، امال السيل ممبرين كان طبقه ايه؟ سيل. وده خلى احد العلماء يفكر انه يخترع مضاد حيوي اسمه بنسلين. المضاد الحيوي اللي هو اسمه بنسلين المشهور ده ليه وظيفه واحده بس، وظيفه واحده، ان هو يشيل السيل وول. يعني بيجي في الامتحان يسالك هو البنسلين بيعمل ايه؟ قول له سيل وول ريموفال. فلما يشال السيل وول في البكتيريا يبقى بكتيريا عندها سيل ممبرين. طب السيل ممبرين ده سيل؟ السيل ممبرين سن عامل زي فقاعه الصابونه، اي ضغط عليه فرقعه. يبقى البنسلين بيشيل السيل وول، فالسيل ممبرين ضعيف في فرقعه فبكتيريا تموت. يبقى مع اهميه ان السيل وول ريجيد ايه بقى؟ ان هو بيحمي مين؟ بيحمي البكتيريا. لولا السيل وول كانت البكتيريا فرقعت. ممكن بكتيريا تعيش من غير سيل وول؟ لا، ما عدا بكتيريا واحده. بكتيريا واحده عندها سيل ممبرين قوي بستيرول، هي مين؟ تعالى مع بعض بقى نشوف السيل وول. اول حصه خدناها مع بعض لو لسه حد فاكر، قلنا في عالم البكتيريا عندنا بكتيريا جرام بوستيف وبكتيريا جرام ايه؟ نيجاتيف. حتى يا جماعه فاكر الفرق بينهم؟ الجرام بوزيتيف بكتيريا ده عباره عن بكتيريا بالجرام السين لونها ايه؟ فايروس. الجرام نيجاتيف. طب قال لي يا جماعه الجرام بوزيتيف ولا الجرام نيجاتيف؟ ده السيل ممبرين. ده السيل ممبرين وده السيل وول. اللي انا ملونه ازرق ده كله عباره عن سيل وول. اللي انا ملونه ازرق هنا ده عباره عن سيل وول. باين يا جماعه ان السيل وول سك في مين؟ الجرام بوزيتيف. يبقى تاني يا جماعه الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف في اختلاف بينهم. الجرام بوزيتيف بكتيريا عندها 6 سيل وول، 6 سيل وول. الجرام نيجاتيف السيل وول اقل شويه. تعالى مع بعض ناخد السيل وول في الجرام بوزيتيف ونكبره، يعني ناخد الجزء ده ونكبره. هناخد جزء من السيل وول في الجرام بوزيتيف بكتيريا ونكبره. السيل وول في الجرام بوزيتيف بكتيريا عباره عن طبقه كبيره جدا مكونه من ماده اسمها بيبتايد وجلايكان. فاحنا عندنا مع بعض السيل وول في الجرام بوزيتيف بكتيريا عباره عن طبقه فخيره جدا مكونه من ماده اسمها بيبتايدو جلايكان. هذه الطبقه الفخيره عليها من بره اسيد اسمه التيكويك اسيد، التيكويك اسيد وعليها بوليسكارايد. يعني السيل وول بتاع البكتيريا ده متغطي من بره ماده اسمها التيكويك اسيد والبوليسكارايد. يبقى السيل وول في الجرام بوزيتيف بكتيريا عباره عن ماده تخينه مكونه من ماده اسمها بيبتايدو جلايكان، من عليها من بره التيكويك اسيد والبوليسكارايد. طب سؤال يا جماعه، المناعه شايفه مين؟ مناعه الانسان شايفه البيبتايدو جلايكان؟ لا. لو جالك في امتحان سؤال المناعه شايفه البيبتايدو جلايكان وبتطلع لها انتي بودي، طب المناعه شايفاه ازاي اذا كان هو متغطي من بره بماده اللي هي التيكويك اسيد ومين؟ والبوليسكارايد. الاسئله عندنا بتيجي غير مباشره، يعني مش لازم نسالك ان البيبتايدو جلايكان تحتيهم ومن بره مضغط، ممكن السؤال يجي غير مباشر. يقول لك المناعه بتكون انتي بودي لمين؟ لكوريك اسيد ولا للبيبتايدو جلايكان؟ لكوريك اسيد اللي هو خارجي.
على ماده اسمها البيبتايد جلايكان. الماده اسمها البيبتايد جلايكان دي عباره عن 40 صف. 40 صف. طبعا يا جماعه مش هسيب 40 صف انا مش فاضي. كل صف عباره عن 2 شجر بيكرروا. 2 شجر. 2 هكسوس شجر. هكسوس ثلاثي. شجر اسمه ان اسيتايل جلوكوزامين. اول شجر عندنا اسمه ان اسيتايل جلوكوزامين. وراه شجر اسمه ان اسيتايل ميرامك اسيد. يبقى عندنا مع بعض تو شجر بيكرروا ان اسيتايل جلوكوزامين وراه ان اسيتايل ميرامك. تاني مع البيبتايد جلايكان عباره عن 40 صف. كل صف 2 شجر بيكرروا ان اسيتايل جلوكوزامين وان اسيتايل ميرامك. ان اسيتايل جلوكوزامين وان اسيتايل ميرامك 40 صف. كده خلصنا البيبتايد جلايكان. غلط. لو خلصناها فين كلمة بيبتايد؟ يعني ايه بيبتايد؟ امينو اسيد. ان اسيتايل ميرامك بيطلع منها 4 امينو اسيد. ان اسيتايل ميرامك بيطلع منها 4 امينو اسيد. بيطلع منها كده سايد تشين. سايد تشين عبارة عن 4 امينو اسيد. الاولاني والرابع الانين امينو اسيد. الانين. الاولاني والرابع الانين. الثاني جلوتاميك. جلوتاميك امينو اسيد. التالت مايسين امينو اسيد. تاني مع السيول في الجرام بوست البكتيريا طبقه تخينه قوي مكونه من ماده اسمها بيبتايدو جلايكان. الهيكل الرئيسي فيها عباره عن 40 صف. الباك بون 40 صف. كل صف 2 شجر بيتكرروا. ان اسيتايل جلوكوزامين ان اسيتايل ميرامك. ان اسيتايل ميرامك طلع منه 4 امينو اسيد. الاولاني بقول لك كنت الانين. بسالكم بقول لك كنت الانين. وتاني جلوتاميك البايو. والتالت واحنا فعلا في تالتة لايسين وضايعين. لايسين وضايعين وهتشوفوا. ورابع الانين. يبقى الاولاني والرابع الانين وفي تالتة احنا لايسين. هل لسه حاجة ناقصة؟ ربنا يا جماعة خلق بنتا جلايسين. خلق بنتا جلايسين. ركز عليهم. يعني ايه بنتا جلايسين؟ ربنا خلق بنتا جلايسين خمسة جلايسين. خمسة جلايسين ماسكين ايه فوق مع ايه تحت؟ بص للرسم. ماسكين السايد تشين اللي فوق مع السايد تشين اللي تحت. يبقى ربنا عمل حاجه اسمها بنتا جلايسين. ماسكين السايد تشين اللي فوق مع اللي تحت. الحركه دي اسمها كروس لينك. حد فاهمها؟ كروس لينك يعني ايه؟ يعني البنتا جلايسين هنا عامله لينك من فوق وتحت. يعني الصف الفوقاني ماسك مع الصف التحتاني. واللينك اللي ماسكهم هو عباره عن خمسه ايه؟ خمسه جلايسين. اكتب جنبيها الكروس لينك ديت بيكسرها مضاد حيوي واسمه البنسلين. ده سؤال مهم وجايه في شرح كمان صفحه. جايه كمان صفحه تاني. لا هو ايه اللي ماسك الصف الفوقاني للصف التحتاني؟ لا ما هو يا جماعه عن طريق ماسك السايد تشين كانه ماسك الصف الفوقاني والصف التحتاني. وهو وريك الواحد. هو مين يا جماعه اللي ماسك الصف الفوقاني التحتاني؟ خمسه جلايسين. في الرسمه باينه ان هو ماسك بس ايه؟ السايد تشين. تخيلي معايا بس ان خمسه جلايسين ماسكه الصف الفوقاني التحتاني. مين اللي بيكسر الكروس لينك ديت؟ مضاد حيوي اسمه ايه؟ بنسلين. انت لما تاخد بنسلين عارف اللي بيحصل؟ لما تاخد بنسلين الكروس لينك دي بتتكسر. الكروس لينك دي بتتكسر. هل الصف الفوقاني ماسك التحتاني؟ لا. فالصف الفوقاني دلوقتي بقى حر. يروح شر. يروح شر ويصيح. والصف التحتاني حر. بس عارف ربنا يطلع على جمص. واللي تحتيه روح النادي. من الاخر السلم له نهار. والسلم له نهار بقى مين؟ السلم برين. طبقه ايه؟ سن مفرقع بكتيريا ماتت. نعيد تاني بقى. السيلول في الجرام بوست البكتيريا عباره عن طبقه اخيره مكونه من ماده اسمها ايه؟ البيبتايدو جلايكان. 40 صف. كل صف عباره عن 2 شجر بيتكرروا. هما مين؟ ان اسيتايل ميرامك اسيد وان اسيتايل ميرامك اسيد. والان اسيتايل ميرامك ماسك فيها 4 امينو اسيد. الاولاني والرابع الثاني الثالث لايسين وضايعين. مين اللي ماسك الصف الفوقاني بالتحتاني؟ بنت ايه؟ بنت بيكسروا مضاد حيوي اسمه؟ بنسلين. طب المناعه هتكون انتيجين منين؟
بالتايدو جلايكان ولا تيكويك اسيد؟ بالتايدو جلايكان. لا ليه؟ عشان هو انر تيكويك اسيد مغطيه من بره. طيب تعالى السي نقول في جرام نيجاتيف بكتيريا، شايفين الجزء ده هناخده نكبره، الجزء ده هاخده اكبره. السيل وولف جرام نيجاتيف بكتيريا رغم انه قل في السيكنس، اقل في السيكنس من جرام بوزيتيف، يعني جرام بوزيتيف سيك، لكن طلع السيل وولف جرام نيجاتيف عباره عن ثلاث طبقات واستك، ثلاث طبقات واستك ماسك الطبقات ببعض، ثلاث طبقات، واحد اثنين ثلاثة. الطبقه ديت اسمها الاوتر ممبرين. انا بشرح السيل وولف جرام نيجاتيف بكتيريا، الطبقة دي اسمها اوتر ممبرين. الطبقة دي اسمها بري بلازميك سبيس. الطبقة اسمها بري بلازميك سبيس. الطبقة اللي تحت اسمها بيبتايدو جلايكان. ما احنا عندنا مع بعض السيل وول في الجرام نيجاتيف بكتيريا ثلاث طبقات، اوتر ممبرين، فراغ تحتيها اسمه بري بلازميك سبيس، طبقه تحت اسمها بيبتايدو جلايكان. طب تعال نرسمها على الرسمه دي تاني بقى. الطبقه اللي فوق اسمها ايه؟ اوتر ممبرين. اسمها ايه؟ اوتر ممبرين. اوتر ممبرين. سؤال لحضرتك بقى، امال فين الانر ممبرين؟ السيل ممبرين. السيل ممبرين. مره جه سؤال بينهم، الطبقه دي اسمها اوتر ممبرين، امال الطبقه اللي باللون الازرق دي اسمها ايه؟ بري بلازميك سبيس. امال الطبقه دي اسمها ايه؟ بيبتايدو جلايكان. كده المناعة شايفة مين؟ الأوتر ممبرين. برافو عليك. المناعة شايفة الأوتر ممبرين. تاني يا جماعة، ده الأوتر ممبرين، ده بري بلازميك سبيس، ده البيبتايدو جلايكان. بالمناسبة يا جماعة أنا شرحت البيبتايدو جلايكان، شرحته. أنا لساني بس طبقتين أشرحها. وقال لي شرحته فين؟ شرحته من شوية يعني. أز بيفور في الجرام بوستر. وأنا عمري ما هنسى في حياتي مرة في امتحان جه سؤال استراكشر اوف سيل وول في جرام نيجاتيف بكتيريا، وناس كتير كتبت رقم واحد بيبتايدو جلايكان از بيفور. انا عمري ما هنساها. ربنا يستر عليكم. يبقى عندنا مع بعض بيبتايدو جلايكان. السبيس اللي فاضي ده بتقول طبقه اسمها ايه وايه؟ اوتر وبيبتايدو. اوتر ممبرين وبيبتايدو جلايكان. السبيس اللي فاضي ده فيه انزيم اسمه بينيسيلينيز. السبيس الفاضي ده بيحتوي على انزيم اسمه بنسلينيز بيكسر يبقى مضاد حيوي اسمه بنسلين. سؤال يا جماعه في الامتحان، قول لي على مكانين بيطلعوا بنسلينيز انزيم. انا اقول مكان بري بلازميك سبيس، مكان تاني ميزون. نيجي طبعا اسمها اوتر ممبرين بقى. الطبقه اللي اسمها اوتر ممبرين ديت فيها ماده سامه مكونه من لايبوبوليسكارايد. الطبقه اللي هي اوتر ممبرين ديت فيها ماده سامه عباره عن لايبوبوليسكارايد. يبقى عندنا سي وولف جرام نيجاتيف ثلاث طبقات، بيبتايدو جلايكان وبري بلازميك سبيس. اوتر ممبرين في ماده سامه عباره عن لايبوبوليسكارايد، الماده السامه دي جوه الاوتر ممبرين. الاسك ده عباره عن لايبوبروتين. حتى مهما الرسم يعرف ايه وصف الاسك ده اللي هو لايبو بروتين. ماسك مين مع مين؟ الاوتر مع البيبتايدو. ماسك الاوتر ممبرين مع البيبتايدو جلايكان. الاسك ده عباره عن لايبو بروتين طالع من الاوتر ممبرين، يمسكها مع البيبتايدو مين؟ جلايكان. ولا هتسيبها يا جماعه. الاوتر ممبرين في ماده عباره عن لايبو بوليسكارايد، ركز معايا. الماده دي يا جماعه لو الاوتر ممبرين اتكسر، لو الاوتر ممبرين اتكسر اللايبو بوليسكارايد بيطلع في الدم، بيتحلل لجزئين ليبيد وبوليسكارايد. هنعرف مع بعض في المناعه ان شاء الله الحصه اللي بعد الجايه خلاص ان المناعه ما تشوفش الليبيد. المناعه ممكن تشوف اي حاجه وطلع لها انتي بودي ما عدا مين؟ الليبيد. فلو الاوتر من برين ده اتكسر وطلع اللايبو بوليسكارايد اتحلل لجزئين ليبيد وبوليسكارايد. المناعه شايفه مين؟ بوليسكارايد. تعتبره انجن واقف عندك كمجرم. طب عندك يا مجرم تكون له ايه؟ انت قول. الليبت ده يا جماعه، الليبت ده بيروح للبرين في الهايبوثالامس يرفع الحراره. تعال بقى اقول لك قصه مشهوره في حصه. واحد عنده بكتيريا جرام نيجاتيف زي حالاتي. بيكح. عنده بكتيريا جرام نيجاتيف. خد مضاد حيوي.
كل عنده طاقه بس خد مضاد حيوي بعد ما خد المضاد الحيوي صفر وراح للدكتور زرع عبيط قال له انت اديت حاجه على وزن الشبراني المضاد الحيوي تفسيرك البكتيريا يا جماعه حد ياخد مضاد حيوي وهو مصاب ببكتيريا جرام نيجاتيف ده مصيبه اي حد عنده بكتيريا جرام نيجاتيف وياخد مضاد حيوي المضاد الحيوي يكسر مين يكسر الاوتر ممبرين لما يكسر الاوتر ممبرين تطلع منه الماده السامه اللي هي ليبيد وبوليسكارايد المناعه بسرعه شايفها بوليسكارايد تعتبره انجل طلع ضد انجل في ثانيه بس المناعه مش شايفه الليبيد الليبيد بيروح يا جماعه البرين يرفع الحراره ويعمل فيفر ده تفسير ليه نسبه كح ومضاد الحيوي بتسخن اقول لك حاجه اصعب من كده عايزك تجربها مره يبقى عندك بكتيريا جرام نيجاتيف وتاخد 9 راس مضاد حيوي في وقت واحد عارف يعني 9 راس يعني البكتيريا كلها في جسمك تفرقع مره واحده كلها وكلها تطلع بوليسكرايد كميه كبيره وليبيد كميه كبيره يا بختك يا عمنا والليبيد ده يلعب في الافق لعب كبير حراره تموت على طول ده اللي بيحصل معاه لما واحد ياخد 9 راس مضاد حيوي ممكن يموت فيها حراره في جسمه تعلى لدرجه ان هو يموت هنسمي مع بعض البوليسكرايد ده او انجل او انجل انجل مناعه شايفاه او جه من طبقه اسمها ايه اوتر ممبرين هنسمي مع بعض البوليسكرايد ده او انجل عباره عن انجل جه من طبقه اسمها اوتر ممبرين او سوماتيك انجل سوماتيك يعني جه من البودي بتاع البكتيريا سوماتيك جه من البودي بتاع البكتيريا اما الليبيد ده اللي بيرفع الحراره ده عباره عن سم جوه البكتيريا هنسميه اندوتوكسين سم داخل البكتيريا يا جماعة تفسيركم الناس بتسخن ليه؟ بتموت ليه؟ بسبب القصة دي. ليه واحد بياخد علاج وممكن يسخن أو يموت فيها بسبب الليبيد اللي بيرفع الحرارة وسميناه اندو توكسيك. تاني معاه جرام بوستيف وجرام نيجاتيف. مين عنده سيلول سك؟ جرام بوستيف. جرام بوستيف. طبقة واحدة بس 40 صف. مادة اسمها ايه؟ اثنين شجر بيتكرروا ان اسطايد جلوكوز امين ورامين ورامين اسيد ان اسطايد ورامين طلع منه كم امينو اسيد؟ أربعة الاولاني الالانين ثانيا الجلوتامين ثالث لايسين زودوا جنبها ضايعين كمان ورابع الالانين مين يا جماعه اللي ماسك فوق وتحت؟ بنت ايه؟ بنت ايه؟ لايسين مين المضاد الحيوي بيكسره؟ بنسلين السيل وولف جرام نيجاتيف ثلاث طبقات واسيد محدش ينسى الاسيد ثلاث طبقات الطبقه اللي فوق اوتر ممبرين فيها ماده سامه لايبوبولين وده مضاد حيوي والاوتر ممبرين اللي فرقع يطلع بوليسكرايد ولبن البوليسكرايد بقى شايفاه مش كده في مين سميناه اندو توكسين طب ليه سميناه البوليسكرايد او انجل مش معنى هو اوتر البريد لازم سبيس فيه انزيم اسمه ايه بنسلينيز نيجاتيف جرام والبيبتايد اللي كان شرحناه بس هنا مش 40 صف صفين بس هنا الجرام نيجاتيف هنعالجه بايه ده هو اصلا عنده بس بصوا معايا بقى الفرق بين الجرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف في سيلو ايه الفرق بين الجرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف في سيلو محدش يقول لي هنا 6 سيلو وهنا 7 سيلو راح احفظ الكلام ده ايه الفرق في الطبقات هنا التوب تخين وهنا التوب رفيع حد انا صحيح دي هنا التوب غير التوب هنا الفرق بينهم فرق في التوب اللي هم لابسينه فرق في التوب اللي هم لابسينه اول حاجه التكويك اسيد التوب اللي هم لابسينه اول حاجه التكويك اسيد الاوتر ممبرين مع مين فيهم موجود هنشوف البري بلازميك سبيس البيبتايدو جلايكان الاثنين يبقى اول حاجه التكويك اسيد كلمة توب قف الأولى توب تي كويك أسيد أوتر ممبرين بري بلازميك سبيس بالتايلو جلايكان التكويك أسيد في مع مين؟ مع البوستر أوتر ممبرين مع النيجاتيف بري بلازميك سبيس مع النيجاتيف بالتايلو جلايكان هنا موجود وهنا موجود بس سك في واحد 40 هنا سك وهنا ايه؟ سن هنا 40 صف هنا صفين يبقى الفرق في كلمة توب التي عباره عن كويك اسيد الاو اوتر البي بري بلازميك سبيس البي الثانيه تايلو جلايكان نقلب الصفحه نشوف وظائف السيلول
نجمع مع بعض وظائف سيمول وتيم الباص. نجمع مع بعض وظائف سيمول وتيم الباص يا جماعه. أول وظيفة للسيمول بروتكشن. تاني حاجة بريزيرف الشيل. السيمول يا جماعه طبقة ريجن. بتعمل بروتكشن، بتحمي البكتيريا من الضغط اللي بره. بريزيرف الشيب، مخليها شكل البكتيريا ثابت. يعني لو بكتيريا مدوره تفضل مدوره. مش عارف اسمها مدوره، اسمها ايه بقى؟ العصويه. بس يبقى السيول يا جماعه طبقه ريجن. بتحمي البكتيريا وبتحافظ على شكلها. عارف لو بكتيريا ما عندهاش سيول، ركز معايا كده. لو بكتيريا ما عندهاش سيول كان اي ضغط على السيل ممبرين يغير شكل البكتيريا. اي ضغط على السيل ممبرين مش يغير شكله بس، كان يفرقع البكتيريا. يبقى بروتكشن وبريزيرف الشيب. السيل وول بيسمح بيعمل باسج المولكيول بتعدي من خلاله. بيحصل باسج اوف مولكيول بتعدي من خلاله. بيلعب دور في انقسام البكتيريا زي لسه هنشوف. يبقى بروتكشن بريزيرف الشيب. انتيجينيك. السؤال لحضراتكم بقى، المناعه شايفه ايه في الجرام بوزيتيف؟ كويك اسيد. وفي الجرام نيجاتيف؟ اوتر ممبرين. هو في لايب بولي؟ طب شايفه الليبيد؟ لا. حد يا جماعه يقول لي ايه الحاجه اللي في السيرول باثوجينيك بتعمل مرض؟ في حاجه خدناها في السيرول بتعمل مرض. الليبيد اسمه اندو توكسين. الاستين يا جماعه، حد حضر معايا اول حصه؟ اول حصه اللي قعدت اقول لك اهلي وزمالك ويعلم على بعض. حد خدها؟ ايوه. لما قعدت اقول لك السيل وول هو اللي خلى البكتيريا يقللها فايلوت يا اما ريد، هو المسؤول عن الستين، يا اما فايلوت يا اما ريد بالجرام ستين. المسؤول ان البكتيريا فايلوت او ريد هو مين؟ السيل وول. السيل وول يا جماعه تارجت لمضاد حيوي مشهور اسمه ايه؟ بنسلين. واحد شبه بنسلين اسمه كيفالوس بوري. البنسلين شغال عليه في السيل وول على الكروس لاين. ولو شلنا السيلول ونهار السيلول يتبقى ايه؟ فالبكتيريا فرقع. تاني مع وظائف السيلول بروتكشن بريزيرف الشيب. في حاجه في السيلول باثوجينيك الليبيد. انتيجينيك في الجرام بوزيتيف الكويك اسيد، وفي الجرام نيجاتيف البولي سكرايد. برافو عليك. الستين هو المسؤول عنها. لو شلنا عليه ستين، استنى معايا يا جماعه الحصه دقيقه، عدوا تاني حته من اول حصه. تارجت المضاد الحيوي اسمه ايه؟ بنسلين. هل البكتيريا بقى ممكن تعيش من غير سيلول؟ قلنا لا، لان لو عندها سيل ممبرين ضعيف هتفرقع. طب تعالى مع بعض ناخد بقى عنوان مشهور وسؤال مشهور في الامتحانات، انتوا عايزين سؤال مهم. عنوان اسمه سيل وول ديفكتيف بكتيريا. ناخد مع بعض عنوان اسمه سيل وول ديفكتيف بكتيريا. يعني ايه سيل وول ديفكتيف بكتيريا؟ بكتيريا عايشه من غير سيل وول. بكتيريا عايشه وهي ما عندهاش سيل وول. ده احنا لسه قايلين من غير سيل وول تفرقع وتموت. هنشوف. هل فعلا البكتيريا ممكن تعيش من غير سيل وول؟ اول حاجه، في بكتيريا واحده بس في الطبيعه ربنا خلقها بسيل ممبرين قوي. في الطبيعه بكتيريا نيتشرال في الطبيعه عندها سيل ممبرين قوي. هي مين؟ المايكوبلازما. المايكوبلازما دي عباره عن البكتيريا الوحيده اللي ربنا خلقها سيل ممبرين قوي في ستيرو، وعمرها ما تكون سيل وول. تاني بقى، مين هي اشهر بكتيريا في الطبيعه ما عندهاش سيل وول؟ عايشه في سيل ممبرين قوي. طب سؤالي، انا واحد مصاب ببكتيريا اسمها مايكوبلازما وبياخد بنسلين، تقول له ولا اي حاجه مش هيحصل له حاجه، تقول له يهبل بتعمل ايه؟ البكتيريا جواك مستغربه. مستغربه ازاي عايش تشيل السيل وول وهي عايشه من غير سيل وول. كونترا انديكيتد، ممنوع. ممنوع حد اللي عنده مايكوبلازما تدي له بنسلين. حرام عليك يا شيخ، حرام عليك والله. يا جماعه ده احنا شعب النقطة، فهمت كده؟ احنا الشعب الوحيد اللي يجي لنا بالدور برد ومسميه انفلونزا، لان دور البرد ده فيروس تاني وبياخد مضاد حيوي بيقتل بكتيريا
والبلد هو انا مستغرب كان ده قلته. المهم المايكوبلازما هي البكتيريا الوحيده اللي عايشه في سلم البريم قبل. عندنا بعض يا جماعه ثلاث انواع للبكتيريا، ثلاث انواع من البكتيريا العلماء خلقوها في المعامل من غير سلول. يبقى البكتيريا في الطبيعه من غير سلول اسمها مايكوبلازما. لسه عندنا ثلاث انواع تانيين البني ادم هو اللي خلقهم من غير سلول، خلقهم عشان الحرب البيولوجيه. وشوف خلقهم ليه. البني ادمين في اسرائيل دوله شقيقه بيعملوا بكتيريا من غير سلول. الكلام ده بيحصل في المعامل مش في الطبيعه. اول سؤال، انا ممكن اشيل السلول بيه؟ ممكن اشيل السلول من ضد حيوان مشهور اسمه ايه؟ بنسلين. اشهر مضاد حيوي يشيل السلول هو البنسلين. لقوا بعد كده علماء حاجه غريبه قوي. لقوا يا جماعه ان الدموع بتاعتنا، دموعنا والصلايفة بتاعتنا فيها انزيمات بتكسر السلول اسمها الليسوزومال انزيمز. الليسوزومال انزيمز. وده فصل لنا حاجه مهمه قوي. ليه البكتيريا ساعات لما تدخل جوه عينينا والعيط تموت؟ ده فصل لنا ليه مامتي وستك بتقول لك عيط عشان دموعك تنضف عينك. الدموع فيها انزيم اسمها الليسوزومال انزيم. لما تاكل وتطلع صلايفة كويس على الاكل ده كويس. في انزيم في الصلايفة اسمها الليسوزومال انزيم. دي كلها عباره عن انزيمات تكسر مين؟ السلول. دي عباره عن انزيمات تكسر السلول. ولو كسر السلول بقى مين؟ السيل ميمبرين. فاللي يحصل البكتيريا في عيني او في بقي ايه؟ ترابشر. بعض الناس عايز يسال سؤال، طب انا ساعات باكل اكل وبطني توجعني. اجابته بعد 10 دقايق. بس الاصل ان الليزوما الانزيمز اللي في دموعنا وفي السلايفا بتكسر السلول. مين اشهر مضاد حيوي يكسر السلول؟ سواء البنسلين او الليزوما الانزيمز شغالين على اهم طبقه في السلول، طبقه اسمها بيبتايدوجلايكان. سواء البنسلين او الليزوما الانزيمز شغالين على اهم طبقه في السلول، طبقه اسمها بيبتايدو جلايكان. يا مين يا جماعه اللي بيكسر ويمنع تكوين بيبتايدو جلايكان؟ بنسلين والليسومال انزيمز. اهم طبقه اسمها بيبتايدو جلايكان. تعالى بقى نشوف العلماء في اسرائيل عملوا ايه. العلماء في اسرائيل جابوا بكتيريا جرام بوستر. كل ركز معايا. العلماء في اسرائيل جابوا بكتيريا جرام بوستر وبرده جابوا بكتيريا جرام نيجاتيف. ركزوا معايا. وقعدوا يسالوا نفسهم احنا عايزين نشيل السلول، اهم طبقه فيه طبقه اسمها ايه؟ عن طريق مضاد حيوي اسمه؟ او انزيمز اسمها ايه؟ لايزوزوم. تفتكر يا جماعه مين اشتغل في المعمل اكتر؟ بنسلم ولا اللزوم انزيمز؟ اكيد بنسلم. مش هيجيب واحد بيعيط يعني، مش هروح اقول لك انا حب الصلايفة، مش للدرجه دي. اكيد طبعا بنسلم هو الكومن. طيب هو بنسلي ولزوم الانزيمز لما احطه على البكتيريا الجرام بوست بيعمل ايه؟ وعلى الجرام نيجي بيعمل ايه؟ هيكسر السلول. يشيل ايه؟ يشيل بيبتايدو جلايكان صح؟ طب هو الجرام بوست البكتيريا سلول طبقه تخينه عباره عن ايه؟ 40 اتشالت يبقى حصل هنا كومبليت ريموفال للسلول. البنسلين او اللزوم الانزيمز عملوا هنا كومبليت ريموفال للسلول. امال هنا هيحصل ايه؟ بس مش هيحصل حاجه. مش هيحصل حاجه. بقى ايه؟ اوتر ممبرين. بقى اوتر ممبرين لان ان كومبليت ريموفر. تاني بقى في الجرام بوستر انت لما تشيل بيبتايدو جلايكان حصل كومبليت ريموفر. في الجرام نيجاتيف ثلاث طبقات واستك. انت شلت طبقه لسه طبقتين واستك. وسط يبقى هنا بقى ان كومبليت ريموفر. هذه البكتيريا وهذه البكتيريا اصبحت ضعيفه. هتفرقع بسبب ايه؟ الضغط. هتفرقع بسبب الضغط. هتفرقع بسبب الاوزموتيك بريشر. طب انت لو كان علماء في اسرائيل تعمل ايه؟ في المعمل. طب هو هيكسر ازاي؟ انا هظبط الضغط بره في بكتيريا، هخليه مساوي للضغط جوه البكتيريا عشان ما تفرقعش. اللعبه مش صعبه. هذه البكتيريا بتفرقع بسبب الضغط. طب ما اظبطه بره زي جوه البكتيريا. فمش هتفرقع.
هذه البكتيريا اسمها بروتوبلاست، وهذه البكتيريا اسمها سفيروبلاست. دي اسمها بروتو، دي اسمها ايه؟ سفيرو. يبقى البروتوبلاست كان اصلها جرام بوزيتيف، والسفيروبلاست كان اصلها جرام نيجاتيف. العلماء في اسرائيل عملوا ايه؟ شالوا السيل الاولى عن طريق ايه؟ او لزومن انزيمز. اشتغلوا على اهم طبقه اسمها ايه؟ هنا حصل ودي حصل، وظبطوا ايه بره يسووا جوه؟ ضغط. سموا ديت بروت وسموا ديت سفيرو. يا جماعه اول بكتيريا من غير سلول في المعمل اسمها بروت. تاني بكتيريا من غير سلول في المعمل خلقناها اسمها ايه؟ سفيرو. طبعا استفدنا ايه؟ ركز بس معايا يا شباب. البروتو كان اصلها جرام ايه؟ والسفيرو هنا كومبليت وهنا انكومبليت. ظبطنا ايه بره زي جوه؟ مفروض البريشر. السؤال يا بقى، هذه البكتيريا لو سبناها تنقسم، حد يعرف البكتيريا في اسبوع بتخلف كام بكتيريا؟ مليار. البكتيريا في الاسبوع الواحد ما شاء الله مليار بكتيريا. يا نهار اسود، مليار. نرسمهم مع بعض. نرسم مع بعض مليار بكتيريا. واثناء الرسمه هنسال سؤال مع بعض. هو ممكن العيل يكون سلول؟ يعني ممكن الواد ده يرجع يكون سلول؟ او قال لك لو عنده حته ريزيدوال، مين هي ريزيدوال؟ البقايا. يكمل عليها. ما فيش حته ريزيدوال ما عرفش يكمل خالص. العيال دي تولد 60 في 70. دي عيال شيطانيه ديت. دي تولد الشيطان. العيال ديت يسموهم ال فورم، ولاد الشمال. يبقى عندنا مع بعض المليار بكتيريا دولت اسمهم ال فورم. يجي يسألك في امتحان يقول لك ايه ال ال فورم؟ تقول له يا باشا والعياذ بالله دول عيال البروتو مين؟ والسفيرو. عيالهم اللي من غير سلو، عيالهم بالمليارات في اسبوع بيجيبوا مليار عيل من غير سلو. يقول لك طب العيل ممكن يجيب سلو؟ طب حتى السلو ممكن يكمل عيل. يا ترى انا بنعلم شرط انا سمي برين عشان يجيب لي سلول، يبقى في حته سلول كان موجوده يكمل عليها. فده السؤال كده ذكي. هو السلم برين بيصنع مين؟ شرط ان السلم برين يصنع سلول تكون في حته يكمل عليها. انا عايز تركز معايا في حاجه مالهاش علاقه بالحصه، بس ركز معايا. بص معايا، دي بكتيريا سلم برين وده ايه؟ سلول. سلول. البكتيريا ما جتش تنقسم، حصل المنظر ده. دي حته سلول البكتيريا كملت عليها. ده الطبيعي اللي بيحصل. يعني سيل ميمبرين بيكمل على حته السلول. وصلت؟ طيب العيال دول اسمهم ايه الاول؟ ال فورم. العيال دول بالمليارات ديفيكالت تو بي كالتيفيتد، يعني صعب ان انا ازرعهم واكبرهم في المعمل، صعب جدا. محتاجين دوله زي اسرائيل. ده ما يمنعش ان مصر قويه. ولو اسرائيل هجمتنا عندنا فول وطعميه ممكن نرميها عليهم ونوسها. اللي عايزين نوصل له العيال دول difficult to be cultivated. حد يعرف ليه؟ تخيل مليار عيل محتاج تظبط لهم الضغط. المهم في اسرائيل بداوا يرفعوا الاسبوت البريشر بالتدريب. في اسرائيل بداوا يرفعوا الضغط على المليار عيل بالتدريب. تدريجيا بيرفعوا الضغط. عارف لو رفع الضغط عليهم مره واحده يفرقعوا. ده بيرفعوا الضغط بالتدريج على مليار عيل. ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل لما عندي مليار بكتيريا برفع عليهم الضغط بالتدريج؟ لو انا رفعت الضغط مره واحده هيفرقعوا، بالتدريج هيحصل ايه؟ ادابتيشن. ايه الادابتيشن اللي هيحصل؟ هيفضل هو يقوى. لا، ادابتيشن هيحصل هو ايه؟ برافو عليك. هيزيد يا جماعه السكنس بتاع السيل ممبرين. برافو. السيل ممبرين هيبدا يقوى. السيل ممبرين هيبدا يقوى. كل ما ترفع الضغط بالتدريج انت بتقوي مين؟ بتقوي السيل ممبرين. قالوا بعدين بدا يرفع الضغط بتدريج، وكل شويه البكتيريا بتقوي في مين؟ في السيل ممبرين. ولو رفعوه مره واحده اتكسر. وعشان كده عمليه ديفيكالت، صعبه جدا انك ترفع الضغط واحده واحده عشان البكتيريا يحصل لها ادابتيشن وتقوي السيل ممبرين. عمليه صعبه جدا. وبعدين نجحوا خلاص. نجحوا في الصهيبة عندهم مليار بكتيريا عندها سيل ممبرين قوي، عايشه بسيل ممبرين قوي. وده عكس الطبيعة. عارف يعملوا ايه بهذه البكتيريا في اسرائيل؟ ممكن يستغلوها ضدنا في مصر.
يرموها على نادي الزمالك مثلا، لو رموها على نادي الزمالك مصيبه. اقول لك ليه؟ واحد زملكاوي اترمى واصاب بهذه البكتيريا. هذه البكتيريا عايشه في سلم برين قوي. انا الاخ الزملكاوي جاي لي بعد اسبوعين يقول لي بقالي اسبوعين ببلبع بنسلم مفيش نتيجه، ببلبع بنسلم وزمايله مفيش نتيجه، ويسالني ليه؟ ليه ايه؟ امال عايشه ازاي البكتيريا ديت؟ في سلم برين قوي. يعني هذا الاخ الزملكاوي بقاله اسبوعين بياخد بنسلم ومفيش نتيجه، ويجي يقول لي انا عندي كرونيك انفكشن. كرونيك انفكشن انا تعبان من زمان، انا عندي مرض مزمن. انا عديت على الدكاتره كلهم ربنا ياخدهم، وكلهم ادوني علاج ومفيش اي استجابه. وليه بيسالني سؤال يقول لي فين مناعتي؟ مناعتي مش شغاله ليه؟ اقول لك بقى مناعتي مش شغاله ليه، ركز معايا. هي البكتيريا عايشه ليه يا عم؟ عايشه في سلم برين قوي. هو مين اللي بيخلي البكتيريا تغير شكلها؟ السلول لو طبقه رجل. السلم البرين بقى قوي عامل مثلا زي البالونه، مش زي فقاعات الصابون اقوى شويه زي البالونه، فبقى قوي. هذه البكتيريا هي مدوره. الاخ الزملكاوي شايفها والمناعه طلع لها ايه؟ انتي بودي. هنعرف المناعه ان شاء الله، المناعه بتطلع انتي بودي لشكل معين. فالمناعه مطلعها انتي بودي البكتيريا مدوره. على ما يطلع الانتي بودي فيها اسبوعين. عارف ايه اللي هيحصل في الاسبوعين دول؟ البكتيريا يحصل لها ريفيرشن، تتغير لشكل باسلار. ريفيرشن تتحول لباسلار. والانتي بودي يروح لها. انت مين يا اختي؟ ما شفتش البكتيريا مقلوظه؟ يقول لا. طب انت مين يا اختي؟ والمناعه طلع لها ايه؟ انتي بودي الاختيار العصبيه دي. على ما يطلع الانتي بودي تكون البكتيريا غير شكلها لايه؟ البكتيريا كيرفت وتستمر القصه والانسان يموت. لا علاج نافع ولا مناعه فاهمه حاجه. فهمتوها؟ خدنا مع بعض بطريقه سهله جدا اقدر اخلي البكتيريا ما تستجيبش البنسلين. وعم قريب بدأوا النهارده بسهوله يحرقوا بكتيريا ما عادش مستجيب اي مده حيوي. يعني في مركز الطوارئ ساعات بنلاقي بكتيريا ما عادش تستجيب اي مده حيوي. عارفين بنعمل ايه؟ لا لا لسه واحد عنده مثلا بكتيريا في ايده بنعمل امبيوتيشن، نحط ايده ونكتشف امراض زنيه. بقى النهارده عندنا بكتيريا ما عادش تستجيب مضاد الحيوي. بقت مصيبه زي السرطان. وتخيل بقى بكتيريا بتعمل ريفرس بتغير شكلها المناعه. مش هي دي زي المناعه تلعب على نفسها بقى. مش زي ايه كده؟ تاني بقى مين البكتيريا الوحيده في الطبيعه اللي عندها سلم برين قوي؟ مايكو بلازما. ينفع عليها بنسلين كونترا انديكيت. البروتو والسفيرو، البروتو اصلها جرام ايه؟ بروتو. والسفيرو اصلها جرام؟ نيجاتيف. شال السلول عن طريق ايه؟ بنسلين او لايسوزايد. طب دكتور انا هسال سؤال دلوقتي، مش الجرام نيجاتيف مش بقى فيها اصلا بنسلينات؟ ايوه ازاي اصلا البنسلين هيعمل؟ تاني يا جماعه ورا يا جماعه ورا. عيال البروتو والسفيرو سميناهم ايه؟ اللي فور. هل سهل ان انا اربيهم؟ ده بمليار صعب. لو نجحنا في تربيتهم ورفعنا الضغط بالتدريج، عملنا بكتيريا عايشه في سلم برين قوي ما تموتش ببنسلين، تعمل كرونيك انفكشن، ينفع تغير شكلها من كوكاي ل باسلار. نجيب مع بعض الكبسول. هو مش هو برضه بيبقى تاخد نفس العدد او نفس النسبة؟ هو احنا هنحصل لملانهايه. على مرفع الضغط يا جماعه. ملانهايه كده يبقى خلاص. هو بيلموها خلصوا الجزء بيلموا الجزء. ما كلش حد معاها. زي اطفال الانابيب كده. الواحد احنا ورانا كفايه يا جماعه. كفايه بجد؟ اه. طب بصوا معايا بقى، بصوا معايا خلاص ماشي. يوم الثلاث لقينا خلاص صفحات نخلصهم ونحل مع بعض اسئله كتير. يعني يقول لكم اسئله امتحانات احلها. فعايز اقول لك مثال من اسئله امتحان. ده الناس اللي مذاكره. ساعتين دلوقتي؟ قول يا دكتور. لحظة. بصوا معايا يا جماعة. أنا هسيبكم هحطكم مكانكم يوم الثلاث. يوم الثلاث كده حصة صغيرة وبعد كده نبدأ نجري.
ما اعرفش انت وصل لكم امتحان الى هنا، بس انا اللي وصل لي كلام مش حلو. امتحان نص سنه. امين. هيبقى ايه شهر 10؟ خلاص ربنا يعافيك. طيب يا عم، احنا ان شاء الله يوم الثلاث هنشرح جزء صغير. بقى ابتدي ابدا نجري خلاص. انا عارف طبعا ان نفسيتكم مش مؤهله. جايز لما اخوات يوم 29 يبداوا يذاكروا نفسيتكم تبقى مؤهله شويه. حد ايه شايف اللي فات؟ لا. طب الحصه اللي فات بقى كان صوتي مش واضح فيها. بكره الساعه 2 يسيبكم اللي ما كانش سمع صوتي. بكره الساعه 2 يسيبكم اللي عايز يحصل حاجه ثانيه. لا اول حصه ما كانش تدخل يا هيثم. صوتك خالص. انت فاهمه غلط.